مفيش شك ان لقطة جول مارادونا قدام انجلترا هي الاشهر ليه في المونديال، بس الحقيقة ان تاريخ مارادونا في كاس العالم في اكتر من اللقطة اللي سموها بيد الرب. البداية في 82 ما كانتش الافضل، هدفين بس قدام المجر وخروج من ربع النهائي بعد طرد قدام البرازيل. في 86 كان كل شيء مختلف، مارادونا كان كابتن الارجنتين، تأثيره في البطولة ظهر من اول دقيقة لاخر دقيقة، من 3 تمريرات حاسمة في الافتتاح لحد تمريرة البطولة لبورو تشاجا في النهائي، وكان ليه لقطتين اتسجلوا في التاريخ بينهم 4 دقايق بس. في الاولى قابل عرضية بايديه في شباك بيتر شيلتون في واحدة من اكتر اللقطات الجدلية في تاريخ الكورة. مارادونا حكى التفاصيل في كتابه وقال: نطيت في الهواء بكل قوتي، معرفش ازاي وصلت للارتفاع ده، مديت ايدي قدام راسي وحطيت الكرة في الشبكة. حارس انجلترا معرفش اني لمستها بايدي وطلب في نوعك من الحكم انه يلغي الجول، بس انا مهتمتش، جريت على المقصورة واحتفلت بكل قوتي، والدي كان بيحتفل بجنون، جريت وكملت احتفال وانا ببص من بعيد على الحكم اشوف رد فعله، والحسن الحظ ما شافهاش. وبعدها سجلت الهدف الافضل في تاريخ كاس العالم، رقصت 5 لعيبة من انجلترا وبعديها بيتر شيلتون وسجلت جول الصعود لنص النهائي. الهدف اللي سجله مارادونا كان نسخة مكررة من لقطة حصلت قبلها ب5 سنين وقدام انجلترا برضو، مباراة ودية خرج الحارس وخد كرة مارادونا اللي كان تفكيره ازاي باصي لزميله، اخوه اللي كان عنده 7 سنين قال له انه لازم يفكر يرقص الحارس عشان يسجل، وده اللي عمله عشان يسجل هدف القرن في استفتاء فيفا سنة 2002، وبعده جولين قدام بلجيكا عشان يوصلوا للنهائي. ورغم محاولات ألمانيا الغربية لقفل كل الطرق على مارادونا، إلا إن كان من المستحيل السيطرة عليه، وتمريرة حاسمة لبوروتشاجا في الدقيقة 83 أحبطت عودة الألمان عشان تفوز الأرجنتين بالبطولة قدام 115 ألف متفرج. بعد الصفارة كان كل شيء مجنون، لعيبة الأرجنتين بتحتفل بشكل هستيري، الكل بيعيط وبيحضن بعضه، خلاص الأرجنتين وفد بالوعد. وفي 90 كان مارادونا وزنه زايد قبل البطولة وتعرض لإصابة في الوديات، وكان واحد من صوابع رجله متورم، الوضع كان خارج السيطرة، ورغم محاولات مارادونا إن يغطيه بقطن لكنه ما نجحش. طبيب المنتخب وقتها عمل واقي من ألياف الكربون عشان تحميه. مارادونا قال في كتابه إنه كان حاسس إنه وحيد، غاب فالدانو شريكه في البطولة اللي فاتت وكان مستني رامون دياز ولكنه منضمش برضه، عشان يكون كانيجيا شريكه في النهاية بعد محاولات مستميتة من المدرب بيلاردو. يد الرب ظهرت مرة تانية بس في حالة دفاعية منع بيها مارادونا جول للاتحاد السوفيتي، ورغم إصابته في الركبة واللي ما كانتش الإصابة الوحيدة، إلا أنه رفض الخروج من الملعب قدام رومانيا عشان تصعد الأرجنتين بشق الأنفس. عيد ميلادي يوم ماتش البرازيل، عايزك تسجل. كلمة قالها طفل لمارادونا قبل ربع النهائي واللي خرج قبله من المعسكر وسافر روما عشان يخرج من الضغط. الأرجنتين ما كانتش مرشحة، ومع إصابات كتير كان الوضع شبه مستحيل. الأرجنتين خدت من إيطاليا روح الكاتيناتشو قدام هجوم البرازيل الكاسح، وفي النهاية كان نيجيا خطف هدف الفوز بصناعة مارادونا. فوز صعب على يوغوسلافيا بعديه بركلات الترجيح اللي ضيع منها مارادونا واحدة، وتكرر الموضوع بشكل مختلف مع إيطاليا. الأرجنتين بتكسب إيطاليا في نابولي، المكان اللي كان مارادونا معشوق الجماهير فيه، أخوه بيتعرض للاعتداء من الشرطة، مشجعين إيطاليا تجمعوا قدام بيته وحرقوا علب الأرجنتين، ولكن في النهاية كان الكل عينه على النهائي اللي دخلوا منقوص من لعيبة كتير بسبب الإصابة، على رأسهم كانيجيا. الأمور كانت متوترة بشدة، مارادونا كان مطالب أنه يواجه رد الفعل بعد اعتراضه على القرعة وتصريحاته ضد رئيس الفيفا. وصف مارادونا اللي حصل في كتابه: من البداية كنا بنتعرض للهجوم، وتعمدت ان ارده لما ظهرت صورتي في شاشة الاستاد وكنت عارف ان العالم كله شايفني، اتضربت كتير في الشوط الاول من غير حماية من الحكم، رحت له وطلبت منه بين الشوطين انه يستخدم صفارته بس استخدمها عشان يطرد مونزون، ووقتها حسيت ان الماتش انتهى، كان من حقنا ضربة جزاء لكالديرون، ولكن في النهاية الحكم حسب ضربة جزاء وهمية لألمانيا سجلت منها هدف الفوز. وعدت بنتي ان ارجع بالكاس، بس دلوقتي لازم اشرح لها ازاي اتعرضنا للظلم. بعد الماتش
بكيت بحرقة وما كنتش عايز أخفي ده. المدرب طلب من جويكوتشيا إنه يغطيني بالعلم عشان محدش يشوف دموعي، بس أنا ما كنتش مهتم وقررت الاعتزال الدولي بعد ما شفت استقبال المسؤولين في الأرجنتين لرئيس فيفا بيستقبلوا بالحفاوة دي بعد ما اتسرقنا. رغم كل ده رجع مارادونا في كاس العالم 94 وتحدى الكل بعد انتقادات كبيرة بسبب وزنه. بعمر 34 سنة سجل قدام اليونان وصنع جونين قدام نيجيريا قبل ما يتكتب فصل النهاية ويترحل من كاس العالم بتهمة المنشطات. احتفال بشكل قوي وصراخ قدام الكاميرات برزت فيه عينه بشكل كبير كان بداية الخيط اللي انتهى بإبعاده من البطولة بعد ثبوت تعاطيه منشط الايفر درين. وفي كتابه فسر الوضع بأنه كان بياخد مشروب للطاقة مش ممنوع في نسخته الأرجنتينية، بس الأمريكية منه فيها منشطات ودي اللي طبيبه الخاص اشترى منها بعد نفاذ النسخة الأولى ونتيجته كان إيقافه. مارادونا أكد اتفاقه مع فيفا على تناول عقار يساعده على إنقاص وزنه، إلا أن الاتحاد الدولي نفى تماماً عشان تكون نهاية مسيرته الدولية. 17 سنة، 91 مباراة، 34 هدف ولقب، بس لقب هو الأغلى في التاريخ للأرجنتين.